مشكورين طول العمر يعني ما قصرتوا، هاي وايد بادرة طيبة يعني. نسعى ان نربط شباب الوطن. عدة مرات لان احنا شفنا في حواجز، كل واحد ينفع عبره يحصل فرصة يشوف شو المعروف، ونحن بنسهل شباب يقدرون يسيرون حتى لو ما في لاعب من البيت او ضربي. ف الخطه اليوم اللي وصى فيها سمو الشيخ منصور، حاول ما يدخل المكتب يحكي، فشفتها وايد سهل علي اني اطلع من المكتب ونطور خطه حسب تعليمات الشيخ منصور، ان نبتدي بالحكومه وشيء. هذا بالنسبه له. بالنسبه للقطاع الخاص طول العمر الان في احنا جالسين نكثف الاجتماعات مع وزير العمل بحيث ان نحط برنامج معروف مستشفى، واللي ما بسد لنا راتبه انا بعوض من عندي من حساب العائله، بحيث انه يقتنع. انا ما اعتقد انه صعب، يبى حماس، يبى شوي مثابره، يبى ترتيب، يبى ترتيب العمل من ناحيه الحكومه يبقى. وهذا نحن الشيء طال عمرك في خلال ان شاء الله هالشهر الحكومه قد ما استوعبت العمل، احنا ان شاء الله بعد فتره العمل